السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، وفق معلومات جديدة، معلومات بدأت تظهر وتنشر تقول على أن بن بطوش زعيم ديال المرتزقة ديال البوليزاريو، هذا التنظيم الإرهابي، قد بترت إحدى قدماه، قطعوا ليه واحدة من رجليه، وذلك بطبيعة الحال نتيجة إصابته مع الهالك الداعي البندير ومع الهالكين الآخرين اللي كانوا معاه من القياديين البارزين في هذا التنظيم الإرهابي، واللي البعض منهم كانوا من المقربين جدا من بن بطوش. فكلنا شفنا ديك الحالة البائسة اللي كان عليها بن بطوش حينما تم تهريبه من إسبانيا وتم استقباله من طرف شنقريحة وعبد المجيد حاشاكو. كنا شفنا كيفاش أنه مصاب في الرأس، وان الاطراف ديالو السفليه بالكاد يقدر يزعزعوا شويه وحاولوا يغطيو على هذه الامور، ولكن الامر كان واضح، بن بطوش كان في وضع مزري، في وضع خطير وبعيد كل البعد عن تلك الاكذوبه اللي حاولوا انهم يروجوها في السابق على انهم مصاب بكورونا. وبطبيعه الحال ما كاينش شي عاقل كيصدق على انه كان مصاب بكورونا. فالمضحك في الأمر وهو أننا حينما نستمع لهذه الأخبار يعني نزداد متعة في مشاهدة هذا المرتزق الذي كان دائما يهددنا بأنه سوف يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويهاجمنا وسيشن حرب علينا وما إلى ذلك، وفي الأخير شوفوا المصير ديالو كيف ناوه، لا هو كيتعدى في الدنيا قبل الاخره، قطعوا ليه وحده من رجليه بعد ما شفناه انه مصاب عنده واحد الحفره في الراس حينما يعني ظهر في تلك الصور في القنوات الجزائريه، والان بترت احدى قدمه، مصير مدن ومصير يعني بائس ومصير كل مرتزق يحاول ان يهدد وحدتنا الترابية ويحاول أن يهدد الأمة المغربية والمقدسات المغربية، فهكذا سوف يكون مصيركم أيها المرتزقة. فمتابعينا الكرام، إلى أن تتضح الصورة ونحصل على أخبار أخرى في هذا الموضوع، سوف أكون معكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.